نواصل هذه النشرة من موريتانيا، أين انتخب البرلمان اليوم أعضاء محكمة العدل السامية في خطوة تأتي بعد أكثر من عقد من محاولة تفعيل هذه المحكمة المتخصصة بمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة. وأدى أعضاء المحكمة 9 القسم داخل الجمعية الوطنية بعد تزكيتهم. بعد جدل استمر أكثر من عقد من الزمن، رأت محكمة العدل السامية في موريتانيا النور بعد تصويت البرلمان اليوم على أعضائها 9 إيذانا بميلاد محكمة دستورية مختصة في مساءلة الرؤساء وأعضاء حكوماتهم. أعتبر أن هذه خطوة مهمة في مجال مكافحة الفساد، في مجال تكريس دولة القانون، دولة المؤسسات، وفي مجال أيضا إعطاء رسالة واضحة لكل مسيري الشأن العام، وزراء وغيرهم من الوزراء، أن هناك مؤسسة أصبحت معنية. لكن سياق توقيت تشكيل هذه المحكمة بدا مريبا في رأي سياسيين وقانونيين، كونه يأتي بينما يقبع الرئيس الموريتاني السابق في السجن على خلفية ملفات فساد في عشريته، وفي ظل تمسكه بحصانة لا يسقطها إلا قضاة هذه المحكمة. طبعا في هذا الإطار لا يمكن أبدا الحديث عن إمكانية أن تتعهد محكمة العدل السامية في ملف الرئيس السابق لاعتبارين اثنين. الاعتبار الأول تتعلق أساسا بالعزل من الوظيفة. المسألة الثانية هي أن بعض أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية ضمن تشكيلة هذه المحكمة. رغم نص الدستور الموريتاني في مادة 92 على إنشاء محكمة العدل السامية، تأخر صدور القانون النظامي المحدد لتشكيلتها وقواعدها إلى عام 2008، إلا أنها ظلت معطلة، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول الهدف من تفعيلها حالياً، وهل سيكون ملف ول عبد العزيز المثير للجدل أول اختبار لها؟ يحمل انتخاب أعضاء هذه المحكمة اليوم رسائل سياسية رغم المآخذ على توقيتها وبعض أعضائها، إلا أنها خطوة دستورية قد تساهم في تذليل صعاب قانونية أمام قضايا الفساد والحكم. طيب الغوث الحرة، نواكشوط.